استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم معالي رئيس وزراء دولة إسرائيل نفتالي بنت الذي يزور البلاد. نعم، قد رحب جلالة الملك المفدى برئيس الوزراء الإسرائيلي معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض جلالته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته بخاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم الموقعان بين الجانبين. أكد صاحب الجلالة الملك المفدى أن رؤية المملكة ونهجها يقومان على مبادئ ثابتة من حسن الجوار والاحترام المتبادل وتعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، معربا جلالته عن أمله في أن يعم الأمن والسلام والاستقرار منطقة الشرق الأوسط بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على دولها وشعوبها والعالم أجمع. أكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة. كلف جلالته معالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس إسحاق هرتزوغ رئيس دولة إسرائيل وتمنياته للشعب الإسرائيلي بدوام التقدم والازدهار. Will be a fruitful visit, a successful visit, because of his determination and leadership towards a joint, integrated effort for the best of the two peoples. I thank him for coming here. Your Majesty, it's been a huge honor to visit your wonderful kingdom of Bahrain, and I admire your courage and your determination to build your country. And I think we discussed many ways to build new bridges and an architecture for a stronger and more stable region. Thank you. And I'm looking forward to continuing this remarkable relationship. Inshallah. By the will of God. By the will of God. In Hebrew, it's Bezrat Hashem. In Arabic, it's Inshallah. Thank you. Thank you. من جانبه أعرب معالي رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لمواصلة تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدين، منوها بما يوليه جلالة الملك المفدى من حرص واهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات متمنيا لمملكة البحرين ولشعبها دوام النماء والازدهار.